تنفيذ برنامجي فورة تشكيل المجلس إن شاء الله. كل الملفات هتبتدي بالمجموعات العمل اللي وعدت بيها بالتوازي، سواء مجموعة العمل الخاصة بالقوانين أو الخاصة بالموارد أو العلاج أو معاشات الصحفيين وأبنائهم وأرامل الصحفيين أو المجموعة الخاصة بالشفافية وميثاق الشرف الصحفي، بحيث أن احنا إن شاء الله ربنا يوفقنا ونقدر نعمل إنجازات سريعة للصحفيين، خاصة ملف الأجور وزيادة بدل التدريب وزيادة المعاشات.